لحظة ما بتعديش، الوقت ما بيمشيش خالص. ببقى على أمل كل يوم إن أنا أقوم ألاقي مثلا خبر جديد بيقول إن في وقف إطلاق النار، إن بنتي ومراتي هيرجعوا. أول مرة قدرت أتواصل معاها كانت بتكلمني برعب، صوتها فيه رعب، سامع صوت الأطفال بتعيط. فطبعا حسيت بعكس. تاني يوم بقى بدأ يكون في ضرب في كل حتة. اتكلمنا، قالت لي احنا مستنيين دورنا في الموت، الناس كلها بتموت. بنتي ما كانتش بتتكلم طبعا، كانتش لسه، لان هي سافرت وتمت 6 شهور هناك يعني. قبل ما تتم 6 شهور على طول بعتت لي فيديو زوجتي يعني، وهي بتقول بابا، كانها بتنادي يعني بتستغيث. استغيث بيه، بتقول بابا بابا بابا. شفت الفيديو حسيت ان انا هتشل. بنتي يعني اول احساس تحسه خوف، وانت مش قادر تطمنها، وعارف ان كل يوم الناس بتموت. مفيش مويه، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش كهرباء، في رعب. انا ومرام صور لنا كتير وذكريات كتير، بقعد اقلب في الحاجات دي كلها، بحاول احس ان انا لا جايين، الكلام ده كله هيحصل تاني، دي مش ذكريات. هي حبيبتي، النفس اللي بتنفسه خصوصا بعد اللي بيحصل ده، انا حاسس ان انا عايش بنص نفس يعني. هي كل حاجه في حياتي، كل ثانيه تاخير عارف ان في ناس بتموت. انا محتاج ان بنتي ومراتي يرجعوا لي، لان انا شايفهم في كل حاجه في البيت. انا لو لا قدر الله حصل لهم حاجه، انا بني ادم ميت.